هلا بعد الحكم الجبري شو بده يجي؟ حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثم تكون خلافة إسلامية على منهاج النبوة. يعني بعد هذا الحكم الجبري بدها تكون خلافة على منهاج النبوة. خلص فيش هدول الأربع أنواع، في عندك خلافة أو راشدة، عندك حكم عاد، عندك حكم جبري، بعدين عندك خلافة على منهاج النبوة. وإحنا بنعرف إخواني إنه الخلافة في آخر الزمان ستأتي مع مين؟ مع المهدي. يعني مش إنه بدها تكون خلافة وبعدين بده يرجع الحكم الجبري أو توقف الخلافة بعدين بدها تيجي كمان خلافة، لا، فيش خلافتين، في خلافة واحدة فقط اللي هي الخلافة مع المهدي. عشان هيك سيبقى الحكم الجبري حتى ظهور مين؟ المهدي. واحنا بنعرف يعني اذا احنا نظرنا الى ترتيب الاحداث سنرى انه المهدي عندما يظهر شو راح يظهر له؟ جيش اسمه جيش السفياني. جيش السفياني، هذا جيش السفياني سيخرج لايش؟ لقتال المهدي ومحاولة قتله. يعني ستبقى الحكومات والزعامات والرئاسات والرؤساء والملوك اللي موجودين في الحكم الجبري لغاية ظهور إمتان المهدي. ومش بس لغاية ظهوره، كمان في جزء من حياته، لأنه من لحظة ظهور المهدي ستبدأ حروبه للمهدي. احنا بنعرفه. فلاحظوا إخواني، لو جينا احنا نركب الأمور بين أنواع الحكم وأنواع الفتن، راح نلاقي إنه في عنا الخلافة الراشدة، وبعديها بدأت كل الخلافات اللي بعد الخلافة الراشدة من الأموية والعباسية وغيرها لحد العثمانية، هذه كلها تتوافق مع إيش؟ الحكم العاد. بعد زوال الخلافة العثمانية ابتدأت إيش؟ ابتدأت هون الحكم الجبري. فهذا لو احنا بدنا نطلع على ترتيبه. هلا معنا إخواني، إذا احنا نظرنا سنجد إنه في الترتيب اللي حكينا إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه كما قرأنا في الحديث قبل قليل، إنه إذا إحنا وصلنا لفتنة الدهيماء وبدأت الناس تنقسم إلى فسطاطين، لأنه الوضع الطبيعي في فتنة الدهيماء، طلع بتجتمع فتنة الدهيماء مع الحكم الجبري، ووجود الحكم الجبري في فتنة الدهيماء يجعل الناس أمام مفترق طرق، إما أنها تمشي مع السلطان أو تمشي مع الرحمن، فستنقسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. هلا فسطاط الكفر إخواني كما نرى أصبح علني، يعني على سبيل المثال من التصريحات القريبة اللي احنا شفناها، يعني خرج علينا السيسي وقال إنه هذه مصر هي بتاعتي، كأنه بيحكي عن إيش؟ عن طابة، ولا بيحكي عن إشي يعني تبعته، انه اي واحد بده ينافسه عليها راح يقيمه من الصورة. وشفنا كيف انه كل واحد دخل في المنافسة على الحكم، ولا نعني انه هذه المنافسة صحيحة، ولكن منفرجي كيف انه احنا وصلنا لدرجة واضحة جدا انه الشغلة اصبحت اظهار الكفر علنا، دون ايش؟ دون ان يخشى الشيء. وشفنا على سبيل المثال في بلاد الحرمين في السعودية كيف قام محمد بن سلمان بسجن العلماء. ليش؟ لأنهم مجرد أنهم رفضوا يتكلموا في أمور بده إياها، أو تكلموا في أمور شرعية من قال الله وقال الرسول لا تتناسب مع أفكاره، لأنه بده يدخل العلمانية إلى بلاد الحرمين، ومن ضمنها المراقص والخمور والبارات ودور السينما والحفلات وكل هاي الأمور بده يدخلها لبلاد الحرمين.
وهذا الأمر رفضوا بعض العلماء، فشو كان مصيرهم؟ الحبس. عينك عينك يعني. وأيضا شفنا كمان كيف أنه قام محمد بن سلمان بسجن مين؟ الأمراء والوزراء. قام بأخذ الأمراء والوزراء وسجنهم. ليش؟ مش لأنه كما يدعي وقالوا في الإعلان أنه هو بحارب الفساد، لأنه شفنا إخواني كل واحد من الأمراء وافق أنه يدفع مبلغ معين أو يقسم رأس ماله من ناحية أسهم وسندات مع محمد بن سلمان، شو تم؟ إطلاق سراحه. فالفكرة مش محاربة الفساد، الفكرة الاستيلاء على ثروات هؤلاء بالباطل. لا نقول انهم صالحين، هم خلينا نقول فاسدين، وبنوا هذه الثروة الكبيرة من دماء الناس، لانه هذا المال اصلا للناس. علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. شو يعني النار؟ كل مصادر النار، يعني البترول هو مصدر من مصادر النار، هذا للناس كلها، لكل الناس. فنقول يعني من أين استحل الأمراء والوزراء والملوك هذا البترول ناخده إلهم؟ من أين لهم أن يقولوا هذا لنا؟ هذا للناس كلها. فنقول إنه لا نقول إنه الأمراء اللي هم سجنوا يعني مظلومين، نعم في عندهم فساد، ولكن لم يتم محاسبتهم على هذا الفساد، إنما تم محاسبتهم على إيش؟ على أموالهم وثرواتهم حتى تؤخذ منهم. هيك إخواني يعني إحنا منقول يعني الناس الآن ابتدأت تنقسم إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. وفسطاط الكفر أصبح اليوم يتكلم على عينك يا تاجر. يعني شفنا كيف مثلا بشار الأسد، يعني لو عدينا كم قتل من أمته عشان إيش؟ عشان الكرسي. أكم من واحد قتل بأكم من شخص سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى أزهق أرواحهم؟ أكم من نفس أزهقها وقتلها وسيحاسب عليها؟ هذا السؤال يعني أستغرب. يعني لو أنا حيزت للدنيا كلها مقابل نفس أقتلها، لا أقتلها، شو بدي في الدنيا كلها؟ أنا سأقابل الله عز وجل، سأغادر وأقف بين يدي الله وسيسألني الله سبحانه وتعالى. فليحذر القاتل قاتلا لا يموت، يعني بمعنى النار راح تم تقتله في نار جهنم، النار تاكله شوي شوي لحد ما يموت يحيي له سبحانه وتعالى، بعدين تم تاكله الى ابد الابدين هذا القاتل ولو قتل نفس واحده، فما بالك لما يقتل الاف او حتى مئات الالاف، او حتى يعني لربما اقترب الرقم في سوريا الى مليون والله اعلم من الضحايا، وكلها عشان ايش؟ عشان يقول انا الرئيس، انا الزعيم، انا اللي الي الكلمة على بلاد الشام وسوريا. هناك اخواني يعني نقول انه احنا في زمن يعني انقسمت في الناس الى هاتين الفسطاطين، وهذا الحكي واضح جدا جدا. يعني اذا انت نظرت للعلماء اللي بيظهروا على التلفاز واللي موجودين في العالم العربي، موجودين في العالم العربي والاسلام، انظر الى كلامهم واخرج لي عالم يتكلم على الملأ بإحدى الوسائل المشهورة ويكون محسوب على الله ولا يكون محسوب على السلاطين.